السلام عليكم، اليوم رح نشرح مادة تاريخ للصف الثامن، الدرس الرابع الغزو المغولي من صفحة 31 إلى صفحة 35. بداية رح نبدأ بأصل المغول. التتار هما قبائل رعوية ذات طابع قبلي كانت تعيش في آسيا الوسطى. نظامهم قائم على طاعة الرؤساء، يعبدون الكواكب ويميلون إلى الحروب والسلب والنهب. شو يعني قبائل رعوية؟ تميل طبيعة حياتهم إلى حياة البدو القائمة على الصيد وعلى الرعي وحياة الترحال. ثانياً رح نتعرف على التوسع المغولي. استقرت هذه القبائل في شمال الصين ومنغوليا، وبدأ ظهورهم بظهور قائدهم جنكيز خان اللي عمل على احتضان تلك القبائل وضمها تحت جناحي وإعطائهم نظام عسكري قائم على طاعة الرؤساء العمياء. توجهت أنظارهم المغوليين اتجاه الدولة العباسية غرباً لعدة أسباب. السبب الأول حالة الضعف التي كانت تعيشها الدولة العباسية. ثانياً انقسامها إلى دويلات إسلامية. كان وجود الدولة العباسية أو مقرها أو مركزها الأساسي في بغداد، فسعى هولاكو وجيشه المغوليين إلى سقوط بغداد مركز للخلافة العباسية، فجرت عدة مراسلات تهديد بين هولاكو والخليفة العباسي المستعصم بالله، لكن هذه المراسلات لم تكن بنتيجة حاسمة، فتم إرسال جيش هولاكو الجيش المغولي لمحاصرة بغداد من جهتين، جهة الشرق وجهة الغرب. جهة الغرب كانت بقيادة بيغو وجزء من الجيش المغولي، وجهة الشرق باقي الجيش المغولي، وتم هزيمة الجيش العباسي في عام 1258 ميلادي، ودخل هولاكو ورفع رايات المغول إعلانا للانتصار على الخلافة من خلال قتله للخليفة العباسي والانتصار على الخلافة العباسية في بغداد. عندما تم دخول المغوليين لبغداد حصل العديد من الأمور أو الحالات أو معاملة أو صفات لمعاملة المغوليين لأهل بغداد. واحد، هدموا المساجد والبيوت. اثنين، وضعوا السيوف في الرقاب 40 يوم. ثلاث، سلبوا الأموال، قتلوا أئمة المساجد والعلماء وأشعلوا النار في الكتب وألقوها في نهر دجلة. رابعاً سوف نتعرف على سقوط بلاد الشام بيد المغولين. سبب سقوط العديد من بلاد الشام في يد المغوليين هو فشل الأيوبيين في أنهم يألفوا جبهة موحدة للتصدي للمغول بسبب الانقسام والتنافس على الحكم، وتم سقوط العديد من هذه الدول، منها حلب وكانت مدة حصارها شهر، وحمص، ومن ثم دمشق. عندما تم احتلال دمشق أحدثوا فيها العديد من الدمار والخراب والتعذيب لأهل بلاد دمشق أو مدينة دمشق، فأتى دور المماليك في التصدي ووقوف لهذا الزحف المغولي من خلال أنه تم إرسال هولاكو إلى السلطان قطز اللي هو حاكم مصر ومركز للخلافة العباسي الجديد، رسالة تهديد بأنه تسليم بلده أو دخوله عنوة. الرد كان هي معركة عين جالوت. عندما وصل السلطان قطز إلى غزة تم استسلام المغوليين وانسحبوا إلى مكان اسمه طبرية في فلسطين، تحديدا في سهل عين جالوت، ودارت هناك معركة هي كانت من المعارك الإسلامية الفاصلة التي أنهت من الزحف المغولي. أطرافها جيش المماليك وهم المسلمون بقيادة السلطان قطز وجيش المغول بقيادة هولاكو. مكانها حكينا كان في طبرية سهل عين جالوت، لذلك سميت بمعركة عين جالوت. نتائجها أنه انتصار المسلمين وهزيمة المغول. 2، حماية بلاد الشام ومصر من الغزو المغولي. 3، اعتناق المغول للدين الإسلامي لاحقا. وأدى اعتناق المغوليين للإسلام إلى إنشاء العديد من المنجزات الحضارية في العديد من الدول، ومن أهم تلك الدول الهند
الهند، حيث أسسوا وكان لهم فن معماري يربط ما بين أو يدمج ما بين المسلمين والهندوس، وفي دليل موجود لحد الآن في الهند وهو تاج محل، وهو يعد من عجائب الدنيا السبع. ويعطيكم العافية، وأتمنى أنكم تكونوا استفدتوا من درسنا لليوم.